سقط قناع الجزيرة. فالبوق القطري جهاز تجسس لتنظيم الحمدين في واشنطن، هكذا كشف عضو مجلس النواب الأمريكي جاك بيرجمان حقيقة منبر التطرف والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية في مقال له بصحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية. فعلى الرغم من محاولة نظام الدوحة التنصل من تبعيتها المباشرة له، أكد بيرجمان أن الملكة الوحيدة والمساهمة في شبكة الجزيرة الدولية هو أمير قطر تميم بن حمد، وهو ما لفتت له لجنة الاتصالات الفيدرالية بعد أن أجبرت الجزيرة على تقديم كشف يوضح تفاصيل تمويلها. أمر ليس بالمفاجأة، هكذا اعتبره بيرجمان، فالجزيرة تقوم بدعاية نيابة عن الجماعات الإرهابية وتوفير منصة لمفتي الإخوان يوسف القرضاوي للتحريض على العنف ضد القوات الأمريكية بالمنطقة. عضو مجلس النواب الأمريكي رأى أن الوقت حان لوزارة العدل لمطالبة الجزيرة بالتسجيل كوكيل أجنبي.